وزي ما شفنا في التقرير النهاردة حلقتنا عن مصطفى محمد في 28/11/1997 اتولد لاعب الزمالك السابق وجلطة سراي الحالي مصطفى محمد. هو لعيب نادي الزمالك ولعيب نادي الداخلية ولعيب نادي طنطا ولعيب نادي طلائع الجيش، لعب في كل الأندية ديت. ولكن اللاعب النهاردة هو حديث الصحف وحديث الميديا وحديث كل شيء في تركيا. انتقل لجلطة سراي في 27/1/2021، يعني من حوالي شهرين بالظبط، وكان العقد بيسمح بإعارته لمدة سنة ونص بمبلغ 2 مليون دولار، ولكن في بند في العقد بيسمح لفريق جلطة سراي ان هو يشتريه بشكل نهائي لحد 2022 لو دفع، او نهاية الإعارة لو دفع 4 مليون دولار. النهارده مصطفى محمد بيسجل 5 أهداف في الدوري غير التألق في كاس تركيا، والنهارده هو حديث المدينه زي ما بيقولوا، حديث الساعه في تركيا. انا حابب النهارده اعمل الحلقه ديت علشان عايز اتكلم عن كذا حاجه. اولا عن اداره الفرق المصريه لتسويق لاعبتها بره، وده جانب مهم جدا خاصه من الجانب المادي والجانب الاقتصادي. والجانب الاخر اللي هتكلم عنه ان لازم اللاعب يكون فعلا يعرف هو هيتنقل ازاي ورايح فين وبكام والدنيا هتمشي معاه ازاي حسب امكانياته. اولا مصطفى محمد ما تألقش في جلطة سراي. مصطفى محمد كان متألق من قبل كده خاصة مع منتخب الأولمبي اللي لعب في بطولة 2019 اللي هو كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، أو اللي هي اللي أهلت المنتخب المصري لأولمبياد طوكيو اللي هتتلعب الصيف المقبل إن شاء الله. فتألق وظهر فعلا، وكان في عدد كبير من صمصرة اللعيبة كانت عينها على مصطفى محمد. ولكن للأسف في الوقت اللي كان فيه الفريق كان فريق الزمالك تحت إدارة مرتضى منصور، وبالتالي ما حصلش ان هو تم التعاقد على، او ما كانش فيه عروض جدية، او ما نعرفش القصة بالظبط ايه، ولكن الى سبب ما انتقلش لاي فريق من الفرق اللي قدمت عروض الوقت ده. جينا بعد كده الفترة اللي بعديها تألق مع فريق الزمالك سواء في السوبر الافريقي سواء في الحصول على كبطل للكونفدرالية الأفريقية. قدر نادي مصطفى محمد يظهر إمكانياته كمهاجم قوي جدا وبيحرز أهداف بالرأس، خاصة عنده مهارة اللعب بالرأس، دي مهارة قوية جدا في وقت كانت بتفتقر فيه مصر فعلا لمهاجم قوي زي مصطفى محمد. وأنا بشبه مصطفى محمد بعمر زكي، ولكن لا أتمنى أن تكون نهاية مصطفى محمد هي نهاية عمرو زكي. فنهاية عمرو زكي انتهت نهاية صعبة جدا بعد ما وصل أنه كان هداف الدوري الإنجليزي، وكان عامل فعلا مباريات قوية جدا في الدوري الإنجليزي، وكان جوه مصر برضو كان متألق مع المنتخب، ولكن انتهت نهايته أنه في الآخر انتهى وما كانش له أي بصمات قوية في نهاية مشواره. هنتكلم النهاردة هل الزمالك كان صح ان هو باعه لجلطة سراي ولا لا، هل العقد صح ولا لا، وايه اسباب تعلق مصطفى محمد. مصطفى محمد بيلعب في نادي جلطة سراي وهو احد اكبر الاندية التركية، نادي له شعبية كبيرة هناك، نادي هنقول الدوري التركي دوري يعتبر من الدوريات الدرجة الثالثة في اوروبا، بعد يعني مش هنقول الصنف الاول او الدرجات الممتازة او الدوري الممتازة او الدوريات كمان الصف الثاني كالدوري الالماني، لان مثلا بصنف الدوري الانجليزي الدوري الاسباني دول صنف، وبعد كده يجي لك الدوري الالماني والدوري الايطالي دول تصنيف، وبعد كده بقى دورية الدول اللي بقيتها. فانا بحط الدوري التركي مع الدول اللي هي يعتبر مصاف الدرجة الثالثة. الدوري لو بصينا لانتقاله لفريق جلطة سراي انا بعتبره كويس، ولكن انا كان الافضل ان احنا لو قدروا ان هم كانوا يفعلوا الاتفاق مع سانتيتيان الفرنسي، ده كان هيبقى افضل لمصطفى محمد. هتقولي طب ليه يا عم الحاج؟ هقولك ليه يا عم الحاج، لان اولا فريق سانتيتيان بيلعب في الدوري الفرنسي، والدوري الفرنسي فيه شراسة وقوة اكتر من الدوري التركي. الدوري الفرنسي متشاف نتيجة وجود فرق زي موناكو، مارسيليا، فريق زي باريس سان جيرمان، هيبقى افضل له. لو لعب في فريق سويسرا هيبقى افضل له، لو لعب في فريق هولندا هيبقى افضل له، بيبقى سهل التسويق من الفرق ديت لاي فرقة كبيرة فيه. يعني احنا لو بصينا مثلا لرحلة محمد صلاح بازل السويسري وبعدين راح لايطاليا، سوري راح من بازل راح انجلترا، وبعدين من انجلترا رجع تاني لايطاليا، وبعدين راح لانجلترا تاني، فكانت المنظومة ماشية معاه كويس. الدوري التركي مش دوري القوي اللي يقدر يفرز لك ان هو برضو، ولكن برضو انا عايز اقول كلمة، الاتراك بيلعبوا لعبة كويسة دلوقتي، هم حاطين ان مصطفى محمد ده استار الاساطير، وفعلا هو لعيب كويس جدا ولعيب قوي جدا ومهاجم،
ولكن هو بيعمل كده ليه؟ هو عنده بند بيقول ادفع 4 مليون دولار وخد اللعيب، يبقى الزمالك كده باعه بكام؟ قبض فيه 2 مليون في الاعاره سنه ونص، وادي كمان 4 يبقى 6 مليون دولار، وده بالنسبه للزمالك مبلغ مش بطال، مبلغ كويس جدا بيقدر ان هو ينعش الخزينه بتاعته بيه. ولكن فريق زي جلاطة سراي هو بيبص لايه؟ فريق جلاطة سراي يا جماعه مش هيحتفظ بمصطفى محمد، بالعكس هو هينمعه زي ما بيقول لك كده، بتاخد حاجه بتلمع فيها وبعدين تكسب فيها. هيجوا عرضونه تاني للبيع وهيتباع ب 15 مليون وهيطلبوا فيه 20 مليون، يبقى انا دفعت 6 كسبت 20، يبقى كسبت انا كام؟ 16، كسبت 15، لدرجه ان هم رفعوا السعر في بعض الصحف قالت زي ما شفنا في التقرير 50 مليون، طبعا هو مش هيتباع ب 50 مليون لان برضو الفريق اللي هياخده هيبقى حاطه برضو تحت الاختبار، لان الدوري اللعب في الدوري التركي غير اللعب في الدوري الانجليزي غير اللعب في الدوري الاسباني، انت بتلعب لعيبه ثانيه مستوى ثاني دفاعات مختلفه، فبرضو مش هيقدروا ان هم يدفعوا فيه المبالغ الكبيره، فلو على اقل او اقصى تقدير هيبقى 25 20 مليون دولار لو استمر مصطفى محمد في التالق وفي القوه دي. طيب هل ده لصالح الفريق؟ طلوعه من مصر ده لصالح مصطفى محمد، سواء بقى تركيا سواء فرنسا سواء اي حته هيبقى لصالح، المهم انه حط رجله في اوروبا وبالتالي هيقدر ان هو يثبت ان هو الاجاده بتاعته او ان هو متشاف، لان انت مهما لعبت في مصر برضو اخرك البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه بالنسبه للدوري التركي لا الدوري التركي افضل، البطوله الافريقيه مش متشافه. طيب مين بيلعب معاه بقى في الـ في الـ في الـ في الـ يعني مين اللي قاعد احتياطي دلوقتي مصطفى محمد في جلاطة سراي؟ فالكاو. حد يفتكر فالكاو؟ فالكاو لعيب اتلتيكو مدريد، لعيب مانشستر يونايتد، لعيب لتشيلسي، ده قاعد احتياطي دلوقتي مصطفى محمد، فتعرف قيمه اللعيب من مين اللي قاعد احتياطي على بنك الاحتياطي له، وبالتالي فمصطفى محمد فعلا قيمه هتضيف كتير للمنتخب المصري، يستاهل كل خير، يستاهل النجوميه، وبعدين انا بحبه ان هو لعيب كلامه مش كتير وما عندوش مشاكل، ولكن انا بتمنى انه ما يكونش نهايته على ايد الاعلام بتاعنا احنا. يا جماعه بلاش تنفخوا في اللعيبه قوي، بلاش سيبوه، يعني سيبوه ياخد مجال ياخد نفسه، هو نجم وكل حاجه من حقه ياخد مساحته، بس بلاش ان انت النهارده اسلو الحق مصطفى محمد جاب جون، يا جماعه سيبوه الراجل يتعامل براحته. يعني محمد صلاح تناه في بازل وراح بعد كده لتشيلسي، وبعدين رجع من تشيلسي راح فورنتينا، ومن فورنتينا راح روما، وبعدين من روما طلع راح ليفربول، ما اشتهرش محمد صلاح وحط عليه سبوت 100% الا لما راح فين؟ الا لما راح ليفربول. فالنهارده انا اللي خايف عليه من محمد، من لعيب زي مصطفى محمد، ان هو يحصل له برضه ضرب بسبب الاعلام الزياده والكلام الزياده، ففي اللعيب برضه دي لعيبه صغيره، ده 23 سنه لسه، النجوميه البدري قوي كده بتخليه ان هو، بس اتمنى يكون مصطفى محمد فعلا عنده كاريزما زي محمد صلاح، واتمنى تكون نهايته زي محمد صلاح في احد الفرق الكبيره، ويقدر يثبت بصماته وقوته ويطور من نفسه، ما توقفش عند مستوى، يعني انا نصيحتي لمصطفى محمد ما توقفش عند مستوى معين، لازم يكون عندك القوه، لان مصطفى محمد في اللعب الهوائي قوي جدا، ولكن بحس ان مهاراته على الارض مش قد كده، يعني مش قد كده، مش وحش لا، مش قد كده ان هتناسب مهاراته كلاعب بيلعب براسه، فلازم يكون عندك لعيب متكامل عشان تقدر انت تسوق نفسك كويس. توقعات المصطفى محمد، هو بادي بيلدينج كويس، هيبقى مستقبله كويس كمان مع المنتخب المصري، خاصه في المشاركات القادمه يكون دوره فعال فعلا، فهتبقى المنافسه كويسه له، او الطريق مفتوح قدامه ان هو يبقى مهاجم مصر الاول، ودي في حد ذاتها ان انت تلعب في بطوله افريقيه وتبقى مهاجم مصر الاول، او تلعب في تصفيات كاس عالم، او تلعب وتشارك بفعاليه مع المنتخب بتاعك، هو ده بقى كمان برضو اللي بيرفع في سعرك مع الفرق اللي انت لو جيت اتعرضت، فهيبقى متالق في الدوري اللي بيلعب فيه مع المنتخب بتاعه، هتبقى حاجه واو فعلا وحاجه تحفه، يستاهل كل خير، نتمنى له الخير. دي كانت حلقه بنتكلم فيها عن مصطفى محمد، وان شاء الله نتمنى له كل خير. لا تبخلوش علينا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات، ونحب نشوف ارائكم في الكومنتات. انا محمود المصري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.